وماذا لو الشاب اليوم فكر انه يستقر ويتزوج ويعمل عيلة؟ قد ايه رح يكلفه هذا الموضوع؟ خلونا نشوف كيف كانت أجوبة الشباب. $50 مليون. 50 مليون براحة. قد ايه معك منه؟ اللي بجيبتي. قد ايه يعني؟ شي 20,000. ماذا لو اذا انت اليوم حابب تتزوج، قد ايه بتكلفك القصة؟ تقريبا 10 مليون. 10؟ ايه. قد ايه معك منه بصراحة؟ 2000. اجر طريق. 50 مليون. بلاوي. فرضا يعني شيء مو طبيعي يعني. هل انا عسكري؟ عرفت كيف؟ وهذا الشيء شايله من بالي ابدا. هلا من بالي ابدا شايله يعني. لا اتسرح بدي 2 لسه، وباللي اتزوج ما بعرف شو، لاسس حالي كمان بلاوي يعني. ما في يعني، ما عندي وقت مثلا انه اعطيك جواب. ما في يعني، اقل شيء بعد 15 سنه. ماذا لو انت اليوم حاب تتزوج، قد ايه بتكلفك السيره؟ والله ما مفكر اتزوج هلا. ليه؟ مو بعمر هلا حاليا. طب بشري يعني، ما انا هلا 12 سنه حذف. اقل شيء 10 ملايين. 10 ملايين. قد ايه معك منهم اليوم؟ مو معي شيء كثير. رح تكلف هالايام. قد ايه معك منهم هدول اليوم؟ ولا ليره. طالب جامعه وعم نشتغل، يا دوب نطلع مصروفنا. زواج؟ ما بفكر بهالموضوع. ليه؟ شو ليش؟ اليوم الجواز اليوم بهالوضع هذا مو اقل من 10 مليون. قد ايه معك منه؟ معي؟ ما ماشي، لا املك شيء انا. هلا اخي هون الوضع المعيشي صعب بالغايه، يعني يا دوب نحن كشخص، انا كشخص دارس ومثقف بحب اوجه كلمه لكل واحد يتجوز، لا تفكر بهالشيء، مستقبلك اهم من هذا اللي عم تفكر فيه.